ابني اتوفى من 15 يوم، ربنا يعزيك، بس ما كانش بيروح الكنيسة، بس قلبه كان طيب. كنت دايما اقول له روح الكنيسه، كان بيقول لي مش بدخول الكنيسه. انت عارفه ايه في قلوب الناس؟ ارجوك رد على سؤالي وقول لي ايه مصير مصير والدي مش ابني، ايه مصير ابويا؟ نفسي تقول له، تقول الله يرحمه، وتقول لي كلمة تعزية علشان أمي وأخواتي وأنا منتظرين. والدي توفى من 15 يوم. شوف، وطبعا المواظبة على الكنيسة والأسرار المقدسة ده شيء أساسي. ليه في الكنيسة إنسان المفروض إنه إنسان عايش حياة توبة وبيعترف وله أب اعتراف ومواظب على الأسرار المقدسة؟ ليه في الكنيسة؟ إنما اللي ما بيروحش الكنيسة هل ممكن نقول عليه ده خاطئ ورايح جهنم؟ طب ما في بعض القديسين عاشوا عشرات السنين بعيد عن الكنيسة وما تناولوش مثلا. ده مش معنى كده ان احنا بنشجع حد على انه يبعد عن الكنيسة، لا، ان احنا بنحكي حكاية، بنحكي حكاية. فاحنا ما نقدرش نحكم على الانسان بعيد عن الكنيسة ولا قريب من الكنيسة، مش من سلطتنا، ان ما نعرفش محتوى قلب الإنسان ده إيه؟ ما نعرفش حياته إيه؟ ما نعرفش حياته إيه؟ صحيح الإنسان بيبان من أعماله، من ثمارهم تعرفونهم، ومن الثمر تعرف الشجرة. يعني ده برتقال يبقى دي شجرة برتقال، ده إنسان حلاف وكذاب وشتان يبقى إنسان خاطئ مثلا، فبيتعرف من ثمره. لكن في حاجات، وإن كان كل الحاجات ما نقدرش نحكم فيها، ومش من سلطة إنسان يحكم على إنسان. من أنت يا من تدين غيرك؟ مش من سلطتي أقول فلان ده راح السماء، فلان ده ما راحش السماء، لا، إلا لو في إعلان قدامي، إعلان واضح إن فلان راح السماء، يبقى دي حاجة تاني. لكن واحد زي ابوك او ابوك ده ما دخلش كنيسة، فايه حكمنا عليه؟ مش حكمنا احنا، لا، ده الله اللي بيحكم. راح فين ما نعرفش. لكن اقول حكاية انا حكيتها خاصة بي انا، وبانسان يمت ليفصله. أنا حكيت الحكاية دي لكن أحكيها تاني. إنسان كان في وسطينا الله يرحمه، وكان إنسان طيب جدا وخدوم جدا ومحبوب جدا وفكه، كل إنسان يحب قعدته، وكان كل واحد يمسك فيه تعالى اتغدى عندنا، تعالى اتعشى عندنا، من كتر ما يخلي القعدة ايه؟ حلوة ومبهجة، في كل حاجة حلوة، بس ملوش في الكنيسة. انما دايما عايش خدام للكل، عايش خدام للكل، مفيش انسان بيكرهه. وما في يوم جالنا تليفون فلان تعبان، ربع ساعة على ما ركبنا ورحنا لقينا فلان مات ولسه حتى ما غطوهوش. ف
فأنا وقفت على الجسد كده وأنا في حيرة شديدة. فلان ده كان إنسان زي ما قلت صفاته كلها حلوة، بس لانه في الكنيسة والاعتراف ولا ولا ولا. وأنا واقف وفي روح الصلاة كده على الجثة، هو نايم، فوانا داخل قالولي قاعد يقول هاتولي ابونا مكاري، هاتولي ابونا مكاري، هاتولي ابونا مكاري. وطلعت روحه هو بيقول هاتولي ابونا مكاري. فوانا واقف بصلي وربنا ارشدني بيقول لي هاتولي ابونا مكاري. هو ابونا مكاري بيبيع ايه؟ عشان اعترف واقول له انا خاطي، انا بقدم توبه، والرب قبل توبته في صراخه وراح السماء، والرب اكد لي انه راح السماء. فانا بحكي لك الحكايه دي واحكي لك الحكايه دي عشان ابوكي الله يرحمه. احنا ما نقدرش نحكم، لكن في دلائل كتير تقول ان الناس دي فيها ناس كويسة، ويمكن كان بيتناول وانتم ما تعرفوش، ويمكن كان بيعترف وانتم ما تعرفوش. حدش يعرف، حدش يعرف خبايا الانسان.